وزير التربية الدكتور بدر العيسى مقبلون على افتتاح مدارس ذكية وفق أحدث النظم العالمية. والله الدكتور شو أقول لك؟ يلا الله كريم، عطني التغريب. نهنئ الكويت ومنطقة الفرمانية على افتتاح مدرسة الشبيل أم كلثوم عقبة متوسطة للبنات، تعتبر هذه المدارس مدارس ذكية ومدارس من تصميم المنشآت التربوية بوزارة التربية، ويعطيهم العافية على رأسهم الدكتور خالد رشيد اللي الحقيقة حتى في إنجاز المشروع كان بفترة قياسية أقل من المدة المقررة بثلاث شهور، ومثل ما أنتم شفتوا وعرفتوا أن المشروع هذا يعني يكلف بحدود 2,960,000 وبمرحلة قياسية، وإن شاء الله بناء مع نهاية السنة راح يكون هناك في افتتاح بحدود 12 مدرسة على هالمستوى، هذا مستوى الذكية ومستوى من أفضل المستويات حتى على مستوى أوروبا وأمريكا. أعزائي المشاهدين، فاصل ون.